فريدة سيف النصر تسخر من دورها في مسلسل العتاولة. طارق لطفي دفعتي بس التخن خلاني أمه. بشكل ساخر مزحت الفنانة القديرة فريدة سيف النصر جمهورها ومتابعيها على دورها في مسلسل العتاولة الذي يعرض ويشارك ضمن سباق الرمضاني 2024. قالت الفنانة فريدة سيف النصر: علشان نبقى عارفين التخن بيعمل ايه، انا وطارق لطفي في مسلسل العائلة كنا دفعة واحدة وكنا صغيرين وامارات خالص. واضافت وقالت: كده يا مخرجنا العظيم تخليني في مسلسل العتاولة انا ام خضر، ده احنا كنا دفعة واحدة انا وهو في مسلسل العائلة سنة 94، دلوقتي تخليني امه، كل ده بسبب ان انا اتخنت. ماشي يا مخرجنا استاذ احمد موسى، ان شاء الله العمل الجاي ام رمسيس الاول. وكانت الفنانة عارفة عبد الرسول وجهت رسالة خاصة الى زميلتها الفنانة الكبيرة فريدة سيف النصر التي تطل بالموسم الرمضاني 2024 بمسلسل العتاولة التي تقدم خلاله دور ام العتاولة سترة العترة. وقالت عارفة عبد الرسول: صحيح في العتاولة كل عتل يمتح التاني، بس في الكبيرة قوي سترة العترة. وحقق مسلسل العتاولة للنجوم أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة وزينة ومي كساب نجاحا قويا في هذه الأيام، سواء على المستوى الرقمي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو على موقع شاهد. مسلسل العتاولة اكتسح وحقق أرقاما قوية على موقع التيك توك وصلت إلى 515 مليون مشاهدة، وذلك بجانب تصدر المسلسل لمؤشرات البحث على جوجل ومؤشرات التواصل الاجتماعي خلال 15 يوم في شهر رمضان. وتم طرح بعض الأغاني الخاصة بالمسلسل أثناء حلقاته، ومنهم الأغنية الدعائية للمسلسل اللي غناها أبطال العمل تحت اسم مهرجان العتاولة، وأيضا أغنية قنبلة الجيل اللي قدمها حسن شاكوش وحمادة مجدي أثناء إحدى الحلقات. أبطال مسلسل العتاولة هو أحمد السقا وطارق لطفي وزينة وباسم سمرة ومي كساب وهدى الأتربي ونهى عابدين وميمي جمال ومنة تيسير، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى. وبكده احنا خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة، ما تنسوش تدوسونا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا أول بأول. كانت معاكم قناة نجوم ومشاهير.